ربي يحفظك. قولي بوتينا اليوم اشنو موجد لنا؟ عندي حبيبه واحد البريوس ديال الزرافه. زوين هاد البريوش ديال الزرافه. والله حبيبه ديالي ما تتخيل دهنيه بالشوكولا ولا الكونفيتير، تبغي تاكلي غير هكاك. هكاك يلا بريوش. اها غنحتاجو غير 25 غرام ديال النشا. شحال ديال النشا؟ 100 25 غرام. 25 غرام ولا 125؟ 25 غرام. 25 غرام ديال النشا. 250 مليلتر ديال الحليب. 50 غرام زبده. 70 غرام سنيده. 3 غرام ديال الخميره جافه، هذيك اللي تتكون حبيبات. بالنسبه للسيده اللي ما توفرتش لها، دير غير 10 غرام الخميره الطريه ديال الخبز ديالنا. 375 غرام ديال الدقيق. 375 غرام ديال الدقيق. زيت ديال حامضه. 20 غرام ديال الكاكاو مر. 20 غرام ديال الكاكاو. و 3 المعالق صغار ديال الحليب. هادو هما ديال الحليب. في كاسرولة غادي نخلطو النشا والحليب حتى يغلاو ويوليو على شكل بحال شكل ديال كريم ديسير. باش كنخلطو في كاسرولة غير بشوية بوتينة. داكوغ حبيبة ديالي. في كاسرولة اش كنخلطو؟ الحليب مع النشا. والنشا حتى كيوليو كيف؟ على شكل كريم ديسير. نضيفو الزبدة مربعات ونخلطوها. نقلبو الخليط شي صالادية تكون نقية ونخليوه يبرد تقريبا شي نص ساعة. نعم. نضيفو الدقيق والسكر والخميرة المواد الجافة ونخلطو الكل ونخليوه ترتاح شي 3 دقايق. تنخدمو العجين ديال الكوا غير بيدينا، تتولي عندنا إلاستيك وسوبل. تنقطعوها على جوج قطع. وقطعة من هادوك جوج القطع غادي نضيف الوحدة فيها سوا زيت الحامض سوا الفاني، داكشي اللي تتبغي السيدة. أنا تيعجبني نسمة ديال الحامض، كيما تتبغي تقدر دير فاني. والكرة الأخرى غادي نقطعها مرة أخرى تاهي على جوج، وحدة غادي نضيف لها 15 غرام ديال الكاكاو مع جوج المعالق صغار ديال الحليب. بوتينا بوتينا غير بشوية بلا دواء. دونك قلتي العجينة ديالنا كنقطعها جوج قطع، الأولى كنضيفوا لها الحامض ياك، والثانية كنقطعها عاود على زوج، كنضيفوا الأولاني شحال ديال الكاكاو؟ جوج معالق. 15 غرام. 15 غرام ديال الكاكاو مع جوج المعالق صغار ديال الحليب. وندلكوها مزيان حتى غادي يولي عندنا الكولور ديالها ماغون محروق، ماغون فرونسي محروق. والكويره الاخرى غادي نضيفوا ليها 5 غرام ديال الكاكاو اللي بقات مع معلقه صغيره ديال الحليب، وندلكوها مزيان. غادي نحطلو على ماغون يكون كلير، غادي يكون واضح حبيبه. نعم. كنضيفوا لها 5 غرام ديال الكاكاو مع معلقه ديال الحليب. هذيك الحليب تنضيفوها غير بالنسبه باش ما تقطعش لينا العجينه حتى غنضيفوا الكاكاو. نعم. وي غادي دابا واضح واضح بالنسبه لي لحد الان. داكور. غادي نخليو هذيك الكويرات بثلاثه بحراره معتدله يختمروا تقريبا شي 90 دقيقه. نعم. غادي نقطعوا كل بول من هذيك القطع الكويرات صغيورين بحال ديال الشكل ديال المسمن. باغ اكزومبل انا في هاد المقادير اللي ما كانوش السيدات غادي يضعفوهم، عطاتني 7 الكويرات صغيورين بالبيض، عملت 7 من المارون باهت و7 من المارون غامق. نعم. اذا كل كره كنقسموها لكويرات صغار بحال المسمن. وي كويرات صغار. غادي نروليو، غادي نسرحوها، غادي نروليو العجينات اللي فيهم المارون باهت، غادي نروليو على شكل بوده. ويل. ونسرحوا العجينه المارون اللي مارون محروق اللي ناصحه بزاف، نروليو وسطها العجينه المارون باهته. ونفس الشيء نعملوا العجينه البيضاء، غادي نعملوا العجينه البيضاء ونروليوهم وسطها بجوج. وبلاتي بلاتي. بوتينا. هي سهله غير في الشرح ما كاينش تصاور ولا فيديو كتجي صعيبه. ما كنشوفوش الان. بوتينا قلتي العجينه البيضاء يعني ديك الكويره الصغيره كنشدوها كندلكوها ياك؟ كنطلقوها. غادي دابا اللي مارون باهته. غادي نشكلو غنسرحو على شكل بوده، على شكل القطيب طويل. بحال الشكل ديال الفقاس ويكون رقيق ياكي. وغادي نسرحو العجينه اللي مارون محروق ونروليوها وسط، يعني نعملو هذاك الرولو الباهت وسط العجينه اللي مارون محروق. غادي يولي عندنا بحال رولو البوده اللي مارون باهت ومغلف بالعجينه اللي مارون باهت. نعم. مارون غالق محروق. نعم. ونعملوا نفس العجينه، هذاك البودان اللي مغلف اللي فيه لي دو مارون، غادي نسرحوا العجينه البيضاء ونروليه وسطها. نعم. تقريبا تتكون بحال الشكل ديال المقروط، البرانسيب ديالها. نعم. ونشكلوا بهم بودانات. ديال العجينه البيضاء كتكون لا 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 كتجي العجينه البيضاء هي الفوقانيه والمغمغامق والوسط كاع هذاك البودان والمغمغامق. اها. بحال
خمسين ديال المقلات تقريبا. تنقطعوا هاد لي بودا على جوج وتلعب لهم في المول ديال الكيك هذاك الطويل. تنغطيوها ترتاح ما بين ساعة حتى لساعة ونص حتى يضاعف الحجم ديالها. تنسخنوا الفوق على 200 درجة وتندهنوا الوجه ديال البريوش بالحليب وتندخلها الطابع على 170 درجة ما بين 30 دقيقة حتى 40 دقيقة وندخلوا معها شي إناء يكون صغير هكا باش ملي طيب باش يبقى مندي لينا الفران ما يبتش لينا ونحطوا فوق شي كري عرفتي فاش تقطعيها تيجي فريمون بحال الجلد ديال الزرافة بالفعل مع هذوك لي كولور. كنتي كنشدوها كنقطعوها على زوج وكنعملوها في المول طويل وكندخلوها الفران باش كتسقى وهذا وي لا بشحال باش كتسقى الا بغينا نسقيوها لا ما تتسقاش تتكال غير كومسا قلت لك فاش انفوس فاش تتخرج هكا بحال المول الطويل اللي تنعملوا فيه لي طوست فاش تنقطعو على شكل ديال طوست تيبقى من الداخل بالفعل. انا تخيلتها بوتي